السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نشوفوا احنا يا رئيس عرب غد راح نتنقل للبرج على جال باش يروح يدير محامين عن الانصار. المناصر اي كان، مناصر من عندنا ولا من البرج ولا من تيزي وزو ولا من اي مكان، كي يدير لابد عليه كيما نقولوا احنا بالعامتنا يخلص. زيد بزياده الاخ ياسين، لو رامي دنقول الرابطه هذه دنقوا هذه اللجنه تاع اللي تعاقب المسيرين. يوجد مسير في الموسم الماضي لما تحداهم وبكلام قبيح تحداهم وقال لهم انا اليوم ما نقدرش نلعب البطوله، يا هل ترى هذا المسير تحدى عاقبوه؟ ليه راح يعاقبوا الكوكي؟ اذا كنت انت تحب تعاقب، عاقب المسيرين على ديكلاسيون تاعهم ايش يقولوا؟ عاقب على المسيرين اللي كانوا يحرضوا المناصرين، ما تروحش تدير واحد ضحيه لانسان نعرفوا احنا الكوكي مهما يعني هو مش قريب لنا نعرفوا اخلاقه. وانت كنت كلمت الاخ ياسين، انت دوك انت راح تحارب الكوكي، عندك اوبجيكتيف في لا ليغ ولا في لا فيديراسيون ولا في اي كان، راح تقيس المدرب الكوكي تاع عندك حاجه معوي فاق سطيف.